خليني أبدأ بالدكتور الشلالده. أكيد طبعا حضرتك بتتابع ما يحدث في الضفة الغربية وهذه التطورات. بنلاقي إن في غزة وفي جنوب لبنان. هل بتتصور إن يعني إسرائيل تريد فتح جبهة جديدة، تريد حرب مفتوحة؟ يعني تأتي الجرائم ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ومدينة القدس في منظومة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية. وهذه الجرائم تعتبر مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الأربع لعام 49، ولأنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبصورة منهجية. بمعنى هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر شريكا ومتآمرا أصيلا في تزويد إسرائيل بالأسلحة لاستمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. هنا لما نتكلم على جريمة، عفوا دكتور محمود، لما بنتكلم دكتور محمد، لما بنتكلم على جريمة إبادة جماعية، ونحن يعني تابعنا ما يحدث في غزة من يعني إبادة، ثم يبدو أن الموضوع يعني انتقل إلى الضفة الغربية. هل هنا احنا بنتكلم عن أن إسرائيل لديها هدف أبعد من مجرد العدوان أو من مجرد الإبادة الجماعية، هي تريد تفريغ هذه الأرض؟ يعني أولا السيادة على الإقليم الفلسطيني، وعندما نتكلم عن الأرض الفلسطينية المحتلة هو إقليم واحد سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية، وبالتالي إسرائيل تسعى من وراء هذه الحرب البربرية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ومدينة القدس، وذلك من أجل خلق سياسة الأمر الواقع وخلق سياسة احتلالية استيطانية توسعية. وبالتالي وفقا للقانون الدولي، الوجود اليهودي في القدس وفي فلسطين هو وجود فعلي ومؤقت وليس له صفة الدوام. وثانيا، إسرائيل تدعي الوعد الإلهي أو التوريث الإلهي، وهذا ليس سببا من أسباب اكتساب السيادة على الإقليم المحتل. وبالتالي أنا أقول بغض النظر عن ما تقوم به إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال وترتكب أبشع الجرائم سواء من خلال الاعتداءات المتكررة من المستوطنين أو الاعتداءات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في المخيمات الفلسطينية أو الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبناء وهناك دعوة لبناء كنيس في المسجد الأقصى. أيوة. كل هذه الإجراءات وفقا للقانون الدولي تعتبر انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وبالتالي المشكلة تكمن في الآليات القانونية في إلزام وإجبار إسرائيل باحترام التدابير المؤقتة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية. دكتور محمد، سيادتك السيد كريم خان، سيادتك تعلم والكل يعلم أن إسرائيل لا تقيم أي يعني أهمية لا للقانون الدولي ولا لقرارات المحكمة الدولية ولا للمحكمة الجنائية، وإن المسألة بالنسبة لها هم يعني نتنياهو لديه مخطط هو يريد تنفيذه بغض النظر عن أي حاجة. هو السؤال هنا، هل هو يسعى لحرب مفتوحة يعني تنجر إليها المنطقة بأكملها؟ يعني هذا ما نعم، يعني هذا صحيح من خلال يعني السياسة المنهجية بالنسبة للسلطة القائمة بالاحتلال، وخاصة على كافة الجبهات وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، الجبهة اللبنانية وكل هذه الاعتداءات. أنا من وجهة نظري القانونية أقول أنها هي مماطلة لكسب يعني دعاية انتخابية في الحكومة الإسرائيلية بالنسبة لنتنياهو. وثانيا، هذا لا يعنينا كشعب فلسطيني، نحن ضحايا هذه الاعتداءات المتكررة، هذه ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني. ما يقوم به نتنياهو وتقوم به حكومة الاحتلال ولا يهدد الأمن الفلسطيني فحسب، وإنما هي بالطبع ليست العربي، هي بالطبع ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني هو موضوع
ما يحدث هو الذي يتعرض للقتل، هو الذي يتعرض للمباني للتدمير، هو الذي يتعرض للمستشفيات للهدم، يعني هو يعني من يعاني بالدرجة الأولى. هذا صحيح، نعم نحن كشعب فلسطيني نعاني، ولكن يعني هناك حق المقاومة مكفول بالنسبة للشعب الفلسطيني، وحق الدفاع عن النفس التي تدعي به إسرائيل هو مرفوض، وهذا ما رفضته محكمة العدل الدولية. من حقنا أن نقاوم الاحتلال. المشكلة تكمن في هذا الاحتلال، صدر العديد من الآراء الاستشارية سواء عام 2004 وقريبا صدر الرأي الاستشاري حول عدم مشروعية الاحتلال والاحتلال طويل الأمد، وأجابت محكمة العدل الدولية. والمشكلة تكمن في عدم التزام. إذن هذه مسؤولية المجتمع الدولي من أجل إلزام وإجبار إسرائيل، لأن ما تقوم به إسرائيل يعني فعلا يهدد الأمن والسلم في العالم، وهذه مسؤولية مجلس الأمن، مسؤولية المنظمات الإقليمية، مسؤولية الاتحاد الأوروبي الذي كذلك يسهل، هناك العديد من الدول التي تدعم إسرائيل في أمد الحرب ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي أقول صحيح نحن كشعب فلسطيني نقاوم الاحتلال، ولكن كفى لهذا الاحتلال. هذا يعني مسؤولية الأمم المتحدة التي تسببت في مأساة هذا الشعب بإصدارها قرار التقسيم وطبقت الشق الأول منه ولم تطبق الشق الثاني، وبالتالي حان الوقت لوصم هذه الدولة بدولة الفصل العنصري الأبرتايد في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي لغايات فرض عقوبات كما حصل مع دولة جنوب أفريقيا، لأن ما تقوم به إسرائيل هو يصل إلى جريمة الفصل العنصري الأبرتايد. هل هذا عمليا وارد عمليا ممكن؟ هذا وارد عمليا، وهذه الجهة المخولة والمسؤولة عن تصنيف هذه الجرائم. صحيح هناك سلطة تنفيذية ممثلة في مجلس الأمن، ونحن نعرف جيدا أن مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقض الفيتو، ولكن هناك مؤسسة تشريعية تضم 193 دولة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي هي في عام 75 اتخذت قرارا شبيها بوصم بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وللأسف الشديد تم إلغاؤه عام 91. نأمل من هذا المجتمع الدولي ومن الجمعية العامة في حال فشل أو عجز أو إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار لوقف هذه الحرب الهمجية، لوقف ما يهدد الأمن والسلم في العالم. هذه من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، ويمكن تفعيل هذه المسؤولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل وضع حد لإسرائيل، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من قبل الدول. ونحن نقدر عاليا ونثمن الموقف الثابت لمصر لموقفها حول يعني القضايا المثارة، وخاصة محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وهذه تمس ليس يعني تمس السيادة المصرية وتعتبر مخالفة لاتفاقية كامب ديفيد، وهذا يعتبر من طرف إسرائيل. أنا أعتبره من وجهة نظر القانون الدولي ما تقوم به إسرائيل بالسيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا هو يعني يعتبر إخلالا جوهريا لاتفاقية كامب ديفيد. وبالتالي أنا أقول أن المجتمع الدولي ملزم هذه الدول بتقديم المساعدة والرعاية للشعب الفلسطيني، وملزم كذلك بأن لا تقوم بتقديم المساعدة للسلطة القائمة بالاحتلال. أستأذنك. وخاصة لأن هناك العديد من القرارات التي أكدت على عدم مشروعية الاستيطان وعدم مشروعية الاحتلال. وذلك مخالف لميثاق الأمم المتحدة. أستأذنك يا دكتور محمد.